مرحبا بكم. نستمر في موضوع الامتحانات وطرق تحرير الأجوبة والجوانب المنهجية المتصلة بهذا الموضوع. وهذه المحاضرة سوف نخصصها بالأساس لمادة قانون المسطرة الجنائية والإشكاليات ذات الصلة بهذه المادة في نطاق تقييم طلبة من خلال هذه الامتحانات. أولا كما لا يخفى على عموم الطلبة أن مادة قانون المسطرة الجنائية تكتسي أهمية قصوى في تكوين ديال الطالب في العلوم القانونية، لا سيما وكما تعلمون أن لا قيمة للحق دون الإلمام بإشكاليات وإجراءات استيفاء هذا الحق أو حماية هذا الحق. وتعتبر الإجراءات الجنائية أو قانون أو ما يصطلح عليه ببلادنا بقانون المسطرة الجنائية من زمرة القوانين الشكلية التي يتطلب الإجابة عن أسئلتها في الامتحانات، إما على صعيد الإجازة إما على صعيد الدراسات العليا كما هو الحال في الماجستير، إلماما علميا دقيقا ومعمقا للطالب، لأن ليست من ضمن المواد التي كما هو شائع لدى عامة الطلبة أن القانون يجب أن يحارب بالحفظ ولا شيء آخر غير الحفظ. وسوف أعطيكم الدليل على أن الحفظ في قانون المسطرة الجنائية هو الذي يمكن أن يفسر تدني علامات الطلبة في هذه المادة. قانون المسطرة الجنائية يكتسي أهمية كما سلفت الإشارة، أهمية نظرية وأهمية عملية قصوى، على اعتبار أن القانون الإجراءات الجنائية هو الجسر الذي يتيح لنا نقل قواعد القانون الجنائي من الحالة الاستاتيكية أو حالة الجمود إلى الحركة، هي التي تتيح للقاضي إمكانية أن يطبق النص الموضوعي وهو معاقبة المشتبه فيه عن الأفعال التي يعتقد أنه ارتكبها. وأيضا مهم جدا أن يستوعب الطالب على أن قانون المسطرة الجنائية هو علم قاعدي، نقول بأنه سينسونس نورماتيف. معنى هذا حينما نبدأ بقضية أن قانون المسطرة الجنائية هو علم قاعدي، معناه أنه مجموعة من النصوص القانونية أو من القواعد القانونية التي تحدد أو تنظم مجالات متعددة، لأن على أي حال قانون المسطرة الجنائية ليست بتلك التناسبية أو بالإنسيابية وبدك التجانس، لأنها عبارة عن مساطر مصغرة تضمها مسطرة كبيرة، وأن الإلمام الدقيق بقانون المسطرة الجنائية هو مما يتطلب الإلمام الدقيق بمضمون النصوص القانونية. لا يكفي فقط الزعم بأن تلك القراءة السطحية قد تجعل الشخص يتوهم بأنه ملم بقواعد المسطرة الجنائية. قواعد المسطرة الجنائية أعقد من ذلك بكثير، إلى حدود أن حتى في مجال الممارسة بالنسبة للمهنة المحاماة أو القضاء يتطلب الأمر بضع سنوات لإمكانية القول أن الشخص أصبح ممسكا بالتفاصيل الدقيقة لقانون المسطرة الجنائية. وأيضا وهذا هو الأهم وهو ما لا يجب أن يغفله الطلبة، وهو أن قانون المسطرة الجنائية إذا كان علما نظريا فهو أيضا له جوانب تطبيقية، وهذا يعني أنه من المستحب بالنسبة للطلبة أن يلموا، بل مطلوب منهم أن يلموا إلماما دقيقا بمفاصيل وجزئيات
قانون المسطرة الجنائية، ولكن أيضا وهو الأهم أن يلم بجوانبه التطبيقية. صحيح أن الطالب قد يكون على دراية معمقة بمسطرة تفتيش المنازل، بإجراءات وضع الحراسة النظرية، بالبحث التمهيدي التلبسي، بالبحث التمهيدي العادي، اختصاصات وكيل الملك، اختصاصات الوكيل العام، اختصاصات قضاء التحقيق، وإجراءات المحاكمة، وغيرها من المساطر التي تشكل مسطرة قانون المسطرة الجنائية. ولكن الإلمام النظري العميق بهذه الجوانب قد لن يكون كافيا إذا كان الطالب غير ملم بالجوانب التطبيقية، لأن على أي حال من المهم جدا حينما تحدث عن مسطرة تفتيش المنازل أن يكون الطالب ملما بالجوانب التشريعية للموضوع، كيف نظم وما هي إجراءاته وساعة الانطلاق وساعة ومن له الصفة في القيام بالإجراءات وما هي المحاضر التي تنجز وما المحجوز وغيرها من الإجراءات. ولكن الأهم أيضا وهو الذي يعطي نكهة خاصة لقانون المسطرة الجنائية وهو الإلمام بالجوانب التطبيقية. ما هو موقف القضاء المغربي من خرق إجراءات تفتيش المنازل؟ ما هو موقف القضاء المغربي من خرق إجراءات وضع المتهم تحت تدبير الحراسة النظرية؟ ما هو موقف القضاء المقارن المصري أو الأردني أو السوري وموقف القضاء المقارن الفرنسي على سبيل المثال والقانون الأمريكي؟ مهم جدا لأنه لا يمكن الفصل بين الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية، بالعكس أن الإلمام بالجوانب التطبيقية التي تسهم بقسط وافر بالنسبة للطلبة للإلمام بطريقة أكثر شمولية بالجوانب النظرية. لأن أحيانا حينما يضع المشرع القاعدة المجردة فهو لا يتصور ما هو المنحى الذي يمكن أن تؤول إليه عن طريق الممارسة والتطبيق من طرف القضاء. ونعلم على أن هناك نصوص تعرضت للتضييق أو للتوسع في مضمونها بفعل الممارسة القضائية، إما أن القضاء عبر سنوات توسع، مثلا نتحدث عن جزاء البطلان، ونعلم على أن القضاء المغربي محكمة النقد المجلس الأعلى سابقا عنده موقف من المادة 751 أو 765 سابقا اللي ولات في التعديل ديال 2002 751، كل إجراء منصوص عليه في هذا القانون لم ينجز على الوجه المطلوب يعتبر باطلا. ونعلم على أن المشرع المغربي علاوة على القاعدة العامة للبطلان وضع جزاءات خاصة، مثلا في مسطرة تفتيش المنازل وضع أنهى مسطرة تفتيش المنازل بكل إجراء تم بطريقة غير قانون خلافا لما هو منصوص عليه يعتبر باطلا. ولكن نفس القاعدة ديال البطلان لم يقم المشرع بالنص عليها في مسطرة الوضع تحت الحراسة النظرية، الأمر الذي جعل القضاء المغربي يستنتج على أن لو كانت نية المشرع المغربي هو أن يوقع جزاء البطلان على إجراءات الحراسة النظرية لما تردد في عدم شمولها بهذا الإجراء على غرار ما قام به بالنسبة لتفتيش المنازل. وهذه قراءة، لاحظوا معي على أن لو كان الموضوع يتعلق ببطلان إجراءات الموضوع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية لكان لكي يجيب الطالب بدقة عن السؤال يجب عليه أن يكون ملما بالجوانب التطبيقية لقانون المسطرة الجنائية. وهذا ما يجعلنا دائما نؤكد بالنسبة لطلبتنا الأعزاء على أنه لا يمكن الفصل بين الشق النظري والشق التطبيقي، بل هما جزء أن يكمل أحدهما الآخر، ولا يمكن بالنسبة لنا على الأقل فيما يتصل بالتكوين العلمي للطالب والسعي إلى مستوى أمتن من هذا التكوين إلا أن نؤكد دائما على أن الطالب يجب أن يولي أهمية للجوانب التطبيقية على غرار ما تولى له الأهمية النظرية. أيضا وهذا مهم جدا بالنسبة للطالب، يجب على الطالب أن يعي جيدا وهو بصدد الإجابة أو مناقشة بعض المواضيع في قانون المسطرة الجنائية، يجب على الطالب أن يستوعب على أن لقانون المسطرة الجنائية نظرية عامة، وهذه النظرية العامة هي
دائما نبدأ في دراستنا لقانون المسار الجنائية دائما ما نبدأ بتفكيك ومناقشة وتأصيل النظرية العامة لقانون المسار الجنائية. ولا يجب على الطالب أن ينغمس في الجواب عن السؤال دون أن يلتفت إلى بعض المبادئ التي قد تكون ذات صلة بما هو مطلوب منه في إطار النظرية العامة لقانون المسطرة الجنائية. وإليكم مثلا عمل، مثلا لنفترض أن السؤال يتعلق بحلل وناقش إعادة تمثيل الجريمة في قانون المسطرة الجنائية. يمكن للطالب أن يجيب علميا عن هذا السؤال من خلال مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، كأن يقول على أن المشرع المغربي نظم ولم ينظم إعادة تمثيل الجريمة. نظم المشرع المغربي إعادة تمثيل الجريمة بالنسبة لقضاة التحقيق، يعني كان في مصر ديال التحقيق الإعدادي، ولكنه نسي أو أغفل أو لم يولي أهمية تذكر لإعادة تمثيل الجريمة بالنسبة للبحث التمهيدي. ونعلم على أن البحث التمهيدي ينجز بإشراف بتوجيه وبتعليمات من قضاة النيابة العامة، إما وكيل الملك بالنسبة للمادة ديال الجناح، إما للوكيل العام بالنسبة للجنايات. وهذا يجعلنا نستخلص على أن المشرع المغربي نظم جزئيا إعادة تمثيل الجريمة في إطار مسار التحقيق الإعدادي، وأغفل إعادة تمثيل الجريمة في إطار مسار البحث التمهيدي. قد يكون أو قد يقول الطالب طيب هذا هو المطلوب مني، هذا هو الجواب. ولكن حينما تحدثت عن النظرية العامة لقانون المسار الجنائية، فمطلوب من الطالب، وهذا ما يجعل الفارق بين طالب وطالب، أن يقوم بربطها بالنظرية العامة للمسار الجنائية في شق، لأن من ضمن المبادئ اللي كنناقشوا في النظرية العامة للمسار الجنائية هي مبدأ الشرعية الجنائية. وهذا يعني على أن على الطالب أن يناقش غياب إعادة تمثيل الجريمة في علاقته بمبدأ الشرعية الجنائية، وقيام قضاة النيابة العامة بإرغام المشتبه فيهم على إعادة تمثيل الجريمة وخرق قاعدة لا إجراء بدون قاعدة. وهذا فيه نقاش، لأن لاحظوا معي أن الطالب ممكن أنه يجاوب ويمشي بحاله، يقول بأن المشرع رندم تمثيل الجريمة في التحقيق وما نظمهاش في البحث التمهيدي، وكفى الله المؤمن شر القتال. ولكن الطالب النبيه الذي يعكس مستوى المتمكن من المادة العلمية والذي وصل إلى مستوى من التأصيل العلمي الجيد الذي يعكس متانة التكوين العلمي الذي تلقاه في هذه المادة، هو الذي يربط بين إعادة تمثيل الجريمة على مستوى البحث التمهيدي ومبدأ الشرعية الجنائية في إطار النظرية العامة لقانون المسطرة الجنائية. لذا أقول دائما لكل فروع المعرفة القانونية نظرية عامة، وهي التي تضع المفاتيح اللي كنحلوا بها لي زيكرو في الموتور ديال المسطرة الجنائية. كاين السالوت 7 السالوت 9، هاد المفاتيح المبادئ العامة اللي كاين، لأن هضرنا على القانون الجنائي ولا القانون التجاري ولا قانون الأسرة ولا القانون المدني ولا المسطرة الجنائية ولا المسطرة المدنية، هناك مبادئ عامة. ولا يجدر بالطالب أن يجيب وأن يتعاطى مع الإشكاليات التي تطرح له، والمطلوب منه أن يجيبها إلا بارتباط مع المبادئ العامة للنظرية العامة، لأن إغفال النظرية العامة هو مما يجعل أن مثل تشطير قانون المسطرة الجنائية إلى جسد بدون روح، لأن الروح المسطرة هي المبادئ العامة، وهي التي تعطي للطالب الإمكانيات للبحث عن الأجوبة التي يمكن أن تعطي بعدا علميا تعكس المستوى العلمي والمعرفي للطالب. أيضا ومهم جدا، لأن معضلة الحفظ، لأن يروج على نطاق واسع في أوساط الطلبة، أن لا حل للطالب لمواجهة معضلة الامتحانات إلا بالحفظ.
وقلنا على أن الحفظ يمكن أن يعكس مدى تمكن طالب من المادة العلمية ولكنه يجهل تفسيرها. هو حافظ ولكن باش يجاوب على سؤال بطريقة علمية ويفهم وهذا راه ما كاينش، لأن دائما نقول على أن على الطالب قبل الشروع في الكتابة في التحرير في الإجابة عن السؤال في الإجابة عن ما هو مطلوب منه يجب عليه أن أولا أن يفهم ما هو المطلوب منه، شنو اللي مطلوب منك تجاوبني عليه. انا غنعطيكم الامثله، والا ما الا كنت غير حافظ راه ما غتفهمش ابدا، طالب ما عمره ما يفهم. يجب ان دون ان ننسى، وهذه نستحضرها نحن دائما في تقييمنا للمستويات المعرفيه او العلميه للطلبه، لان نستحضر على ان الطالب لا زال يتدرج في السنوات الاولى لتكوينه في العلوم القانونيه، وان هذه الماده شديده التعقيد لا سيما مثل قانون المسطره الجنائيه والقوانين الاجرائيه بوجه عام، وهي مما يتطلب مستوى أعلى من المهارات العلمية وترصيد لهذا المعارف وهذا، فإذا نتعامل بنوع من الليونة. أيضا وهذه من تجربة ديالي، قلت على أن عدد من الطلبة حينما يقومون بالإلمام بالمادة حفظا ولا يستطيعون الإلمام بالميكانيزمات، ما فاهمينش ما حافظينها، ما فاهمينش لي ميكانيزم انترن ديال 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 الماده كيفاش كيشتغل هذا المحرك هذا. فدائما كنت اقول للطلبه، وانا غير هاد السنه وجدت طالبه ما عارفاش شكون هو الوكيل العام، علما ان درسنا التنظيم القضائي ودرسنا في المسطره الجنائيه دور النيابه العامه في اطار قانون المسطره الجنائيه، وفصلنا القول في النيابه العامه امام محاكم الابتدائيه وامام محاكم الاستئناف ومحكمه النقد وفي غيرها من الاجهزه القضائيه الاخرى، ومع ذلك نجد ان بعض الطلبه يخلطون بين وكيل الملك والوكيل العام، وهذا ما قد يفسد للاجابه التي يقدم عليها الطالب الدقه ديالها وما هو مطلوب منها. لذا دائما كنت أقول للطلبة يجب قبل الإجابة عن الأسئلة الإحاطة بجوهر قانون المسطرة الجنائية. قلت لكم على أن المسطرة الجنائية الخطوات الأولى لفهمها هو فهم طبيعة السلطات التي تتعايش داخل قانون المسطرة الجنائية، لأن داخل المسطرة الجنائية هناك ثلاث سلطات على غرار القانون الدستوري، حينما تحدث عن سلطة الدولة ونتحدث عن سلطة الاتهام وسلطة التحقيق وسلطة الحكم، وهناك بدأ فصل السلطات، وهناك ضوابط ناظمة للعلاقة بين هذه السلطات بين سلطة الاتهام سلطة التحقيق سلطة الحكم، وما يجب ما أقره المشرع سلطة الاتهام ما أقره المشرع من اختصاصات إجرائية بالنسبة لسلطة التحقيق والاختصاص النوعي وغيرها. وما يمكنش الطالب يجي يبقى يجاوب على المسطرة الجنائية وهو غير مدرك بالمرة هذا الإجراء إن السلطة كديرو في علاقتها بباقي السلطات ورقابة السلطة للسلطة لا يمكن بالمطلق. لذا قلت على أن من الأفضل للطالب أن يستوعب قانون وإجراءات المسطرة الجنائية فهما لا حفظا دون نسيان، وهذا ضروري جدا دائما ما أؤكد عليه دائما، على أنه لا يمكن للطالب أن يبرز المهارات العلمية والمعرفية دون أن يكون هناك تراكم علمي ومعرفي لدى الطالب، الأمر الذي يستلزم ليس فقط حضور المحاضرات بل أيضا قراءة المراجع العلمية والدراسات الفقهية من أطروحات من مؤلفات من مقالات ندوات كل ما ونتمنى أن ندفع بالطالب إلى أبعد مدى ممكن الانفتاح على الإنتاج المعرفي المقارن، الفقه والقضاء المصري الفقه والقضاء الفرنسي الفقه القضاء الأمريكي إن وجد باللغة الفرنسية أو باللغة العربية، ولكن في جميع الأحوال لا يمكن للطالب إبراز مهاراته وباعه الطويل العلمي في هذه المادة وفي غيرها من المواد دون أن يكون لدى الطالب تراكم علمي مسبق في الحقل المعرفي.
المعرفي الذي ينوي الكتابة فيه، لأن غياب التراكم العلمي والمعرفي في ما يرغب الطالب الكتابة فيه هو يعتبر من ضمن العراقيل والعوائق التي تجعل المنتوج الذي يقدمه الطالب هزيلا إن لم يكن متوسطا، وبالتالي فالعلامات التي يمكن أن يحصل عليها الطالب لا تتجاوز في أحسن الأحوال علامات متوسطة لا تتيح للطالب إمكانية متابعة المسار العلمي إلى الدراسات العليا الماجستير أو إلى أقسام الدكتوراه. ومن خلال تجربتي في قانون المسطرة الجنائية قلت على أن التجربة نهزت 30 عام ديال التدريس والتأصيل في قانون الإجراءات الجنائية والكتابة والمحاضرة هنا وهناك في المغرب وخارج المغرب، ونشر دراسات عديدة جدا، أوراق علمية بحثية وطنيا ودوليا. يمكن القول على أن المشكل يعني من 30 عام ديالي أنا في قانون المسطرة الجنائية مع الطلبة، أولا التسرع في الإجابة، يعتقد الطالب على أن السؤال في المتناول ثم يبدأ، وأنا دائما أنصح الطلبة على التريث قبل الإجابة، يجب أن يفهم ما المطلوب منك قبل أن تشرع في التحرير، تفهم شنو المطلوب من السؤال. أعطيكم الأمثلة، ثم بعد ذلك محاولة تنظيم منهجية للمعلومات في مقدمة خاتمة وتقسيم الموضوع إلى قسمين. أعطيكم الأمثلة هذا التسرع هذا. في سنة ربما 3 أو 4 سنوات كان من ضمن الأسئلة التي طرحت هي الآتية: مسطرة محاكمة المتهم في حالة تلبس. وفوجئت على أن أكثر من 400 طالب، يعني 400 إجابة، مشاو تيهضروا لي على حالة تلبس. علاش؟ هما شافوا مسطرة محاكمة المتهم في حالة تلبس واعتقدوا على أن المطلوب هو حالة تلبس، والسؤال لا يتعلق بحالات التلبس. أنا ما قلت لهمش أعطيوني الحالات ديال التلبس، راه ما قلت لهمش سيروا للمادة 56 وقولوا لي راه كاين حالات حقيقية وحالات افتراضية أن يضبط المتهم أثناء إنجاز الفعل أو عقب إنجازه، أو أن يكون مطاردا بصياح الجمهور وأن يضبط بحوزة أدوات يستدل منها أنه مرتكب الجريمة، أو أن ماشي هادو ما الحالات اللي مطلوبة. قلت السؤال مسطرات محاكمة المتهم في حالة تلبس، وجاءوا عندي الطلبة بعد الحصول على علامات سيئة يتساءلون فين كاين الخلل. الخلل كاين في أنكم ما فهمتوش السؤال. أنا ما قلت لكمش هضروا لي على حالة التلبس، لأنكم بغيتكم تهضروا على حالة التلبس، قلت لكم تحدث عن حالات التلبس في القانون المغربي، والسؤال كان ناقش حلل مسطرة محاكمة المتهم في حالة التلبس، والمقصود بها هي إجراءات المحاكمة في حالة التلبس أمام المحكمة الابتدائية حينما يتعلق الأمر بجنحة، ومحاكمة المتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية حينما يكون الأمر يتعلق بجناية. معناه شنو هي الإجراءات؟ هنا كنهضروا على وكيل الملك، هنا كنهضروا على الوكيل العام، والإجراءات ديال الإحالة ديالو إما على الغرفة الجنح المحكمة الابتدائية، إما مسطرة الإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف. فإذا كاين فرق، في الأولى يجب أن يحكم داخل أجل 3 أيام أو أن يقدم المحكمة 3 أيام، في الأخرى يجب أن يقدم داخل أجل 15 يوم. هنا اختيارية الدفاع، هنا إجبارية الدفاع إلا كان حدث. إلا ما هضرناش على هذا السؤال. هنا دائما أذكر على أن مطلوب من الطالب أن يتريث لكي يفهم ما هو المطلوب، لأن نصف الجواب الصحيح هو فهم السؤال. راه إلا ما فهمتي السؤال راه الجواب سوف يكون خاطئا، فإذا نص ديال الجواب صحيح يبدأ بفهم السؤال. والسؤال الثاني هو طرحت سؤال حول محاكمة المتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية. لاحظوا معي، مسطرة محاكمة المتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية، ومعظم الطلبة تحدثوا عن المحكمة الابتدائية، ومحكمة الابتدائية ما فيهاش غرفة الجنايات،
واش محكمة الجنائية الاختصاص النوعي ديال المحكمة الابتدائية تبت في الجنايات؟ الجواب لا، المحكمة الابتدائية تبت في الجناح، أما الجنايات فهي من اختصاص محكمات الاستئناف. بل بعض الطلبة احتجوا يعتقدون على أن هناك خطأ في كتابة السؤال غرفة الجنايات الابتدائية، وما كاينش غرفة الجنايات الابتدائية، وشرعوا في الإجابة عن المحكمة الابتدائية، وهذا سؤال لأن غرفة الجنايات الابتدائية أدخلت في قانون المصلحة الجنائية في 2002، ولو عندنا درجة أولى ودرجة ثانية في محكمة الاستئناف غرفة الجنايات الابتدائية، والتي تكون قراراتها قبيل الطعن بالاستئناف أمام غرفة الجنايات الاستئنافية أمام مادة المحكمة. فإذن لاحظوا معي، عدم الإلمام، عدم فهم السؤال يقود آليا إلى تقديم أجوبة خاطئة، وإذا قدمت أجوبة خاطئة فهذا يعني على أن العلامات لن تكون مرضية للجميع أساتذة وجامعة وطلبة. وبصفة عامة يجب على الطالب أن يكتب بلغة عربية سليمة، نقطة فاصلة يرجع للسطر، أن تكون هناك ضبط حتى الجمالية في الكتابة، دون أن ننسى على أن قانون المصلحة الجنائية هو ما يتطلب الإلمام بتوجهات القضاء بما يكتبه الفقه، وأيضا الإلمام بالمعايير الدولية، لأن لا يمكن فصل المصلحة الجنائية عن المعايير الدولية للمحاكمة الجنائية في المواثيق الاتفاقية الدولية مثل الإعلان العام لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأيضا أن يكون هناك إلمام بالقوانين والفقه والقضاء المقارنين، مستحب، لأن الطالب فاش كيهضر على الفقه المصري ولا على القضاء المصري أو على الفقه الفرنسي كيعطي فكرة الأستاذ اللي كيصحح الورقة على أن هذا الطالب عنده واحد عنده مدارك واسعة، معناه أنه ليس ذلك الطالب التقليدي الذي يكتفي بتلقي المحاضرة وإرجاعها للأستاذ. وإجمالا أنصحكم بما يلي: فهم السؤال، تريط قبل الكتابة وفهم السؤال، فهم ما هو المطلوب من السؤال، ثم الشروع في الكتابة عن طريق تقسيم الموضوع إلى مقدمة وإلى مطلبين أو فقرتين، ثم خاتمة فيها خلاصات، وأن تكون الكتابة رصينة دقيقة تعكس المستوى العلمي للطالب، لأن هذا التقييد بهذه الجوانب المنهجية لا يعفي الطالب من الإلمام بالمادة العلمية، لأن بدون مادة علمية لن يكون للطالب أي لن يتمتع الطالب بحظوظ وافرة لإمكانية أن يقدم أجوبة متكاملة شاملة للمطلوب منه، وبالتالي فالعلامات التي يمكن أن يحصل عليها الطالب قد لن تكون مرضية، وهذا ما نحاول أو نسعى إلى تفاديه بحول الله.